الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، إلى سنن الترمذي. أبواب المناقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي هند بنت أبي أمية حذيفة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن، لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. وفي الباب عن علي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. مر علينا الكلام على أن علامة الإيمان حب أهل الإيمان، وعلامة النفاق بغض أهل الإيمان، لا سيما الصحابة الكرام. ولذلك ورد في الصحيح أن النبي الأمين قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، أو قال: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فبغض الصحابة علامة من علامات النفاق. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، فحبه علامة على الإيمان، لا سيما وأن الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أثبت صدق محبته لله ولرسوله، وأثبت محبة الله له ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ثم قال المصنف: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمد من الثقات، قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال النسائي ليس به بأس، وإن كان قد رموه بالرفض، لكن قلنا بأن المذهب لا يسقط الراوي. قال: حدثنا شريك، وشريك القاضي تعلمون بأنه يعني لما استلم القضاء ضعف حفظه على ضعفه. قال: عن أبي ربيعة، وأبو ربيعة هو عمر بن ربيعة أبو ربيعة الإيادي من الثقات، وثقه ابن معين، وبعضهم قال فيه جهالة، وأبو حاتم قال منكر الحديث، والحق أنه مقارب، أبو ربيعة مقارب. عن ابن بريدة، هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، من خارج التابعين من الثقات، عن أبيه وأبوه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله سمهم لنا. فسمهم لنا من أجل أنه يترتب عليه أحكام. نعم. قال: علي منهم يقول ذلك ثلاثا، وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى كما قلنا إثبات المحبة لله جل في علاه، الله يحب ويبغض. نعم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. فإثبات المحبة لله جل في علاه. وأيضا فيها مسائل الصحابة الكرام قالوا سمهم لنا لترتب الأحكام على ذلك، لأن من كما قلنا من عمدة الولاء والبراء المحبة في الله والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقالوا سمهم لنا حتى نحبهم في الله. نعم، وتزداد محبتنا لهم لأن الله يحبهم وأمرك بحبهم. فقال علي منهم، وأبو ذر والمقداد وسلمان، وهؤلاء كلهم أخيار الصحابة رضي الله عليهم. وأنا كما قلنا بأن مالك قال: كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة دين ندين الله به، لا سيما أفضل الصحابة على الإطلاق، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الرابع، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه، فارس الإسلام، أبو الحسن الحسيني، زوج فاطمة سيدة نساء العالمين. ونشهد الله على حبه. الفوائد المستنبطة: علامة الإيمان حب أهل الإيمان،
وهنا يأتيك فضل كلام ابن تيمية عندما قال أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على العلماء، لأن أعظم الناس لابد أن تكن لهم المودة والمحبة ورثة الأنبياء وهم العلماء. فإن قلنا أنك مأمور شرعا بحب أهل الإيمان فأعظمهم هم أهل العلم، هم أهل العلم الذين ينيرون لأهل الإيمان طريق الرحمن سبحانه وجل في علاه حتى يدخلوا الجنة بسلام وأمان. نعم. الرجوع لأهل العلم في سؤالهم وقالوا سمهم لنا يا رسول الله، مراجعة النبي حتى يسمي لهم لترتب الأحكام على ذلك، في الرجوع إلى العلماء وسؤال العلماء. الفضائل تخص هذه الفائدة الثالثة.